بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وكلما زادت الضغوط زاد الماس تألقا وتوهجا ونقاء. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. الماس والتألق والتوهج خير. في حاجة معروفة في الكيمياء، يعني إن الماس أصله الفحم. الماس أصله الفحم. خشب، مادة طبيعية تبقى تتحول نتيجة انصهار الضغط عليها في بطن الأرض إلى فحم. ونتيجة ضغوط معينة على مدى آلاف السنين يتخلق الماس. وكلما زاد الضغط وزادت المناخ الذي يحول هذه المادة الخام إلى ألماس بتزداد درجات النقاء. هكذا الأهلي. هكذا الأهلي. طبعا. إيه بقى؟ الأهلي كلما زادت الضغوط ظهر بريقه وتوهجه ونقاؤه. مش بقول لكم المهندس عدلي جاي رايق النهارده قوي في شياكته وفي أناقته وكمان في تحليلاته الكيميائية. لكن عشان كده يمكن الحلقة المهمة عنوانها أو فلسفتها الأهلي بين الحق والمسؤولية. لماذا الحق وأين المسؤولية؟ الحقوق يعني عليها جدل، ولكن كل طرف بيشعر أنه صاحب حق. وأحيانا تكون الحقوق واضحة جدا وباينة هي مع مين. لكن أحيانا المسؤولية تقتضي منك أن تظهر بعض المرونة في التعامل مع الحقوق. طيب. وهذا ما يفعله الأهلي، لأنه نادي وطني يا ناس. النادي الأهلي هو النادي الذي يقدر ظروف الوطن، ولأن الأهلي يقدر ظروف وطنه، ولأن قياداته ومسؤوليه أيضا يقدرون الظرف ويتحملون الكثير. عايز أقول لكم النهاردة بعد اجتماع لمجلس إدارة النادي أعقبه إصدار بيان مهم جدا كلكم تابعتوه، أكيد هيكون العمود الفقري لحلقة النهاردة من الاجتماع مباشرة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجه إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية لحقن جديد في المشكلة الصحية اللي بيواجه متاعبه فيها، لأنه متحامل جدا على نفسه الفترات الطويلة، عنده آلام في جزء من مراحل العلاج ما ينفعش نتكلم فيها تفصيليا إلا ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية واستشاري المخ والأعصاب بألمانيا والمعالج للكابتن محمود الخطيب بالمستشفى الملكي بالإسكندرية. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمهندس عادل. مساء الخير يا دكتور، ونعلم إن كان في الكابتن الخطيب الليلة بيخضع لعناية خاصة من حضرتك وفريقك الطبي، طمنا عليه. هو الكابتن محمود بقى كان في السنوات الأخيرة تعرض لكذا مشكلة في العمود الفقري، سواء في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية، لكن هي الفقرات القطنية هي اللي كانت المشكلة الأبرز في الفترة الأخيرة. هو كان أجرى في السابق ثلاث عمليات انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية في خلال فترة مثلا حوالي سبع سنوات أو حاجة، فطبعا ده كان فيه إجهاد شديد على الفقرات. آخر العمليات دي كان أجراها في ميونخ في ألمانيا من حوالي سنة ونص أو سنتين تقريبا، وتم محاولة استئصال الانزلاق الغضروفي المرتجع عن طريق المنظار الجراحي. المرتجع يعني هو عملها ورجع تاني. ده هو عملها ثلاث مرات قبل كده. بعد العملية الأخيرة هو بعدها بكم شهر تواصل معايا وقال لي ان هو الالام رجعت له تاني، وفعلا قام باجراء بعض الاشعاعات واثبتت وجود انزلاق غضروفي جديد في نفس المنطقه اللي كانت فيها العمليه. فطبعا نصحناه وقتها كفريق طبي بالراحه واجراء بعض العلاج الطبيعي ولتجنب ان احنا نخش في وده مش هيحصل عمليه جراحيه جديده في حاله الخطيب. مش هيحصل، لا هيرتاح ولا هيعمل ثيرابي.
هو فعلا هو المشكلة ان هو من خلال متابعتي لحالة الكابتن محمود هي دايما المشكلة، ان انا كل ما بقول له ان الموضوع محتاج راحة بيبقى الرد واحد، ان انا ما بقدرش اغيب عن النادي اليومين دول. فطبعا هو بيتحمل على نفسه الى اقصى درجة، لحد ما شفته من حوالي اسبوعين كان هو الخبير الالماني اللي اجرى له جراحة في المخ، كان ضيف عندنا هنا في اسكندرية، فهو جالنا وفوجئت انا والدكتور هيلموت بتلامفي الجراح المخ والاعصاب الالماني الشهير. الحقيقه لما شفناه لقيناه متحمل على نفسه جدا وبيعاني من الام شديده في الساقه اليمنى وفي الظهر، وبالرغم من ان هو كان بياخد جرعات مسكنات عاليه لكن مش مستجيب. فنصحناه برضه بالراحه وبان هو اجراء حقن موضعي لجذور الاعصاب، لان ده نوع من تسكين الالم المؤقت كمرحله اخيره قبل التدخل الجراحي. لكن برضه هو للاسف يعني ما التزمش بفكره الراحه دي، وكان عنده يعني حاجات كتيره في النادي ملتزم ان هو لازم يتواجد فيها، فاجهد نفسه جدا لحد بقى الازمه اصبحت غير محتمله. فالنهارده جالنا في المستشفى الملكي في اسكندريه، وقمنا كفريق طبي يعني مع الدكتور زميلي الدكتور احمد ربيع استشاري علاج الالم، ومع الاستشاري التخدير الدكتور عاطف شنوده، عملنا حقن لجذور الاعصاب المتاثره يعني عنده في منطقه الفقرات القطنيه، وكنوع من تخفيف الالم. ونصحته بقى نصيحه يعني ارجو ان هو يلتزم بيها المره دي. اسمع حذرته يا دكتور، تحذيري يعني مش نصيحه بقى. لان احنا كده تقريبا استنفذنا كل طرق العلاج، ما فيش قدامنا غير لو الامور يعني تفاقمت لا قدر الله اكتر من كده هيبقى تدخل جراحي رابع. وفي منطقة الفقرات القطنية التدخل الجراحي يعني متكرر ده مش مستحب، وبتكون له آثار على المدى البعيد. فحاولنا قدر الإمكان النهارده إن احنا يعني نوضح له خطورة إن هو بيفضل يتحمل على نفسه لأقصى درجة، لأنه ده ممكن يأذيه على المدى البعيد طبيا. ونصحته إن هو لازم يكون في فترة راحة لا تقل عن 3 أسابيع يتجنب فيها اي ضغوط واي مجهودات عضليه واي انفعالات، عشان حتى مش يعني هيوقف جلسات العلاج الطبيعي مؤقتا، وبعد كده نبتدي نعمل له برنامج تدريجي ان شاء الله للعلاج الطبيعي لما الحاله تستقر ان شاء الله. دكتور فرهود، في مرحله ما كان هناك نصائح بانه يعمل دعامات معدنيه ومسامير وهو كان مش حابب هذا، هل هو ده العلاج الناجع ولا كان في مرحلة ما هو ده العلاج وفات معاده؟ هو طبعا دي آراء جراحية وتقييم للحالة في مدارس طبية مختلفة، لكن طبعا في احتمال كبير بالنسبة للانزلاقات الغضروفية المتكررة، عشان بقى المريض ما يضطرش ان هو كل فترة نضطر نتدخل جراحيا، بيتم إزالة الغضروف تماما جراحيا في الفقرات المتأثرة. وبعد إزالة الغضروف لازم بنركب بقى مكانه ما يسمى بالقفص أو الدعامة لتثبيت الفقرات، مع وضع مسامير معدنية بطريقة معينة لمنع تحرك الفقرات في المنطقة المصابة. فبيبقى بنسميها احنا عمليه تثبيت فقرات، دي مختلفه عن عمليات الانزلاق الغضروفي. طبعا ده احتمال وارد بالنسبه لواحد بيعمل تدخل جراحي للمره الرابعه، فده احتمال وارد بشده. لا لكن هو اهم حاجه، هل ده علاج ناجع ونسبه الامان فيه عاليه ولا يعني مصدر مخاوفك؟ هو يعتبر علاج ناجع طبعا، بس هو برضه متطلب، ويمكن ده اللي كان السبب اللي الكابتن محمود يعني ما كانش ميال للنوع ده من العلاج، ان هو متطلب ان هو لازم هيبقى فيه بعديه فتره راحه طويله لحين حدوث التئام عظمي كامل، ودي ما بيحصلش غير في فتره شهرين. فطبعا الكابتن محمود ما كانش محبذ ان هو يغيب فتره طويله برضه عن النادي وعن مسؤولياته في النادي اللي هي بالنسبه له يعني اولويه قصوى. لكن يعني المره دي 3 أسابيع دي مساله ما فيهاش حل.
لا دي ما لهاش حل، لان هو زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي استنفذنا كل طرق العلاج التحفظي سواء علاج دوائي او علاج طبيعي، ودلوقتي عملنا حقن للفقرات والجذور العصبيه. نعمل ان شاء الله ده يريحه مؤقتا. هو بعد الحقن مباشره يعني كان حاسس ان هو الالام احسن بنسبه كبيره، لكن طبعا انا حذرته ان لو رجع لنفس المجهود اللي كان بيعمله الحاله ممكن تسوء، وفي الحاله دي ما قدمناش غير التدخل الجراحي. هل عنده احتماليه سفر لالمانيا تاني ولا الوضع ايه؟ والله احنا بنقيم الحاله، يعني طبعا الاحتمال موجود، بس يعني انا مش هنسبق الاحداث، يعني احنا بنقيم استجابته للعلاج ونامل ان العلاج التحفظي يجيب نتيجه معاه، لان زي ما بقول لحضرتك الجراحه الرابعه في منطقه الفقرات القطنيه مش مستحبه، ما بنعملهاش الا في حالات الضروره يعني. فنرجو ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله. مش مستحبه على اساس فيها مخاطر طبيه مش كده؟ فيها طبعا مخاطر طبيه، لكن هي مش صعبه ومش مستحيله، هي اجراء بنلجأ له، بس ما بنلجألوش الا بعد استنفاذ جميع الطرق العلاجيه الاخرى يعني. اللي مشروطه بالراحه. يبقى الراحه جزء اساسي من العلاج. يبقى لازم يبقى في فرمان في هذا الامر. بالراحه التامه. ونشكرك. هل لا زال الكابتن في المستشفى الملكي يا دكتور؟ هو يعني على وشك ان هو يخرج ان شاء الله، هو يعني هو لا زال في المستشفى وان شاء الله هيخرج يعني الليله ان شاء الله، هو يعني ممكن يخرج من المستشفى ان شاء الله. لا زال تحت الملاحظه معايا حاليا. لا زال تحت الملاحظه الطبيه. دكتور شاكرين حضرتك جدا على هذا الايضاح. وبنشكر الدكتور محمد اسماعيل رمضان مسؤول المستشفى الملكي وكل أطقم العلاج في المستشفى الملكي الحقيقة في الإسكندرية، اللي بيقوله الكابتن محمود الخطيب كل الاهتمام. ألف شكر للأستاذ الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية واستشاري المخ والأعصاب بألمانيا، والمعالج للكابتن محمود الخطيب. المسألة كفرمان لابد من الراحة. لا ما فيهاش هزار بقى. أصلا أنا ليه بسأل؟ لأن أنا يعني أعاني من بعض الأمور المماثلة، فبسأل وبقرا في الموضوع ده شوية يعني. فبقول له، لسه كنت من عدة أيام كنت موجود معاه، يا كابتن أنت خايف ليه من عملية الدعامات والمسامير وكده؟ قال لا لا لا. قلت له لا، في حالات بقى يعني الحقيقة مش مفروض يتاخد رأيك فيها. لا انت عايز تريح ولا عايز تعمل الحل الباتر النهائي. ويعني في امور لازم تستف امورك في النادي وتشتغل من البيت شويه وترتاح وتشوف العلاج النهائي. اخلص. انما بالطريقه دي عباره عن بنأجل المشكله. مش صح. ألف سلامة يا كابتن محمود، وإن شاء الله تعالى كل الشفاء بإذن الله. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب بإذن الله تعالى، ويخفف من آلام الجميع. بس شوفوا الأهل حقه عند ولاده عامل إزاي لغاية اللحظة. أنا كلمت الكابتن الخطيب بالصدفة بعد البيان ما صدر، كان في طريقه للإسكندرية. يعني متحامل جدا، صوته واضح إنه تعبان بيعاني. حتى الدكتور احمد فاروق احنا بنشوفه بيتحرك ازاي. المساله يعني الدكتور قال لك لا، انتظر كتير وتحمل كتير، كل هذه الضغوط العصبيه والبدنيه عامله تاثيرها الكبير جدا على الفقرات القطنيه. ان شاء الله الف سلامه يا كابتن، لكن اعتقد حق الاهلي والظرف اللي الاهلي بيمر بيه وحق جمهور واعضاء النادي الاهلي حتموا على الكابتن محمود الخطيب مع مجلس الاداره حتى اللحظه الاخيره النهارده اتخاذ موقف يحفظ حقوق النادي ويعبر من خلاله النادي، ودي النقطة المهمة جدا، عن عظيم تقديره لكل الجهات الأمنية وكل التضحيات اللي بيبذلها رجال الأمن وكل الجهود الوطنية الكبيرة اللي بتبذل. فقط الأهلي بيسأل حقي فين. هنشوف نص البيان اللي صدر من مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم موجها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها نتكلم.
الأهلي نحترم الرؤية الأمنية، لن نخوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة. أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسب ما أعلن اتحاد كرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن المجلس رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية. جاء ذلك بعدما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة. وإليكم نص البيان. بيان النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى آخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب ومن دون جماهير. هو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويطلع كل فرد بدوره. وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثل ما جرى في الموسم الماضي. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركتهما المحلية والإفريقية. النادي الأهلي. البيان عشان من مش محتاج نفصصه كلمة كلمة، لكن ناخده مرحلتين. مرحلة بيؤكد فيها النادي الأهلي تقديره الكامل للأمن وقرارات الأمن واستيعابه وفهمه وتعاونه مع ظروف الأمنية، وهو أمر لا يقبل الجدل أو الفصال. الشق الثاني وهو ده المهم اللي عايزين نتكلم فيه، اللي بيقول ولكن وإحنا بنقدر الدور الأمني مش عايزين حد يستثمر هذا الأمر في إشاعة الفوضى في الملف الكروي والجدول ونرجع تاني زي الموسم الماضي نعاني من أمور كلها مع كل أسبوع.
فيها سخونة وتوتر وغموض، غموض غموض بمعنى الكلمة. والموقف ده أستاذ إبراهيم تعالى نرجع له كده سنة. أنا هرجع سنتين يعني هدي خلفية للي احنا وصلنا له دلوقتي، واللي وصلنا له دلوقتي بين يدي المهندس عدلي، وهتسمعوا منه كلام مهم جدا في سياق هذا البيان المهم. لكن خلينا نرجع السنتين، هو حب يرجع سنة، أنا استأذنكم في سنتين لورا كمان. النادي الأهلي لما طالوا ما طالوا من تجاوزات من رئيس نادي الزمالك، اتكلم بمنتهى المسؤولية وبمنتهى تقدير للواجب والظرف والأحوال، وأرسل خطابات لكل الجهات المسؤولة، 8 خطابات، دي غير خطابات يناير. بس من بين الخطابات اللي أرسلت مؤخرا في 3-4 خطابات للسلطة الرياضية اللي النادي الأهلي طرف فيها. النادي الأهلي للرياضة البدنية عضو جمعية عمومية في الاتحاد المصري لكرة القدم، صح؟ إذن هو تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم. النادي الأهلي عضو الرياضة المصرية، إذا ما كانش حد واخد باله، القانون 71 لسنة 2017 خلى الإطار العام اللي مسؤول عنه كنادي اللجنة الأولمبية المصرية. النادي الأهلي يتبع لائحيا وغيره وغيره وزارة الشباب والرياضة. طيب النادي الأهلي سلك الطرق القانونية والقنوات الشرعية ولا لا؟ مسوا ما مسوا، حدث في حق قياداته ورموزه وجماهيره وأعضائه ما حدث، لا رد ولا تجاوز ولا تدنى، راح لهذه الجهات بخطابات واضحة وصريحة يسأل عن الحق لحفظ هذه الحقوق. ايه السبل لحفظ هذه الحقوق؟ الطبيعه يا باشمهندس، انا لما اشتكي ويمر عليا كل هذا الوقت، وحتى اعلاميا في خطاب للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام للاستاذ مكرم محمد احمد، وخطاب للجنه ضبط الاداء الاعلامي في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه الاذاعه الكبير والاعلام الكبير الاستاذ فهم عمر. اذا خطابين لجهات اعلاميه عليا، و3 خطابات لجهات رياضيه عليا، الوزاره واللجنه والاتحاد. طيب هل حدث اي رد؟ هو ده اللي قاد الاهلي انه يسال النهارده في بيانه. بس يا استاذ ابراهيم، اللي قاد المشهد لو ان تم التعامل مع المشكله وحصل تحقيق وحصل وصلنا الى نتائج ما كناش وصلنا لدي. لكن كان كل الخطه الفتره اللي فاتت ان يعمل نوع من الجلبه والضوضاء، يبين ان في توتر، وبعدين ينهيها بشكوى زي ما عمل عشان يبين ان في موقف متوتر يقدر يستند اليه ويوصل الى ما وصلنا اليه. طيب النادي الاهلي ارسل هذه الخطابات الرسميه والمعلنه، انتظر كتير، اعتقد حضراتكم كلكم تابعتوا وكل الناس تابعت، انه مفيش رد، مفيش حتى تلقينا خطابكم ولا جهه ردت. انت بتتكلم في 3 جهات الرياضيه، الوزاره واللجنه والاتحاد، حتى لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم اللي رئيسها المستشار الجليل قال ان كل ما يرد الينا هنحقق فيه ومفيش حد خارج او فوق طائله القانون. طيب النادي الاهلي يا جماعه لم يتلقى اي رد، مفيش جهه من الجهات الرياضيه الثلاثه قالوا تلقينا وبنبحث، احلنا وبنحقق، تعال نسمع اقوالكم وايقنا او حتى تاكدنا ان انتوا غلط. والنادي الاهلي ده شويه او اي نادي، اي حد بيشتكي، هي ما لهاش دعوه بشويه وكتير، اي حد بيشتكي ويرى انه ليه حق قول له مالكش حق، عبرني، رد، قول لي ان انا حفظت الشكوى لان هي سالنا سؤال غير ذات جدوى. استاذ ابراهيم، ده احنا وصلنا ان احنا سالنا سؤال على راي ام كلثوم، اروح لمين؟ واقول يمين. طب قولوا لنا نروح لمين؟ اذا كنت انتوا في يعني حرج قولوا لنا نستشعر الحرج، الجاؤوا لكذا. بالظبط. ما في رد على الاطلاق. هس هس. ده ينفع؟ هل دي آلية تعامل مع الجهات الرياضية الثلاثة؟ هل في حد كلف نفسه انه حقق أو حتى قال بنحقق أو رد بفاكس صغير
تلقينا خطابكم وأحالناه للجنة الانضباط بالاتحاد المصري، تلقينا خطابكم في الوزارة واتبعت للشؤون القانونية في الوزارة، تلقينا الخطاب في اللجنة الأولمبية وبعتناه لمركز التسوية أو لأي جهة قانونية في اللجنة أو حتى حفظناه. قولوا لنا أنه يعني أنت استلمت ده وأن أنت اهتميت بده، لأن أنت حريص بالفعل على ضبط الأداء في الساحة الرياضية. الجماهير تتابع، الناس تستنى، الإعلام يكتب ولا مجيب على الإطلاق. ثم كان تطور في المباراة الأخيرة اللي حضراتكم هتتابعوا حيثيات هي، لكن هذا البيان خطوة على طريق هذا الإهمال الواضح جدا لحقوق النادي حتى الأدبية، مش القانونية بس، حتى الأدبية كمان. إن أنت ما بتردش، ما بتعبرش، ما بتقدرش لا الوزارة ولا اللجنة ولا الاتحاد. كان يروح فين؟ بص خلينا نتكلم في المشكلة، لأن ده موضوع يعني فيه غموض وما فيش ردود. هتكلم مين؟ يعني هتتكلم تاني في هنكرر نفسنا. بنقول لكم من فضلكم، يعني كل نقدر نقوله لو سمحتوا ردوا على حد منكم يرد، بلاش كلكم، حد منكم يرد. دي حاجة. تعالى بقى نشوف المشهد والمشكلة. وكلها ابتدت من ماتش جيرناسيون والزمالك. وأشعر أن في حلقة في النص متشابهة. قد تكون هذه الحلقة مفتاحها أو تفسيرها في اتحاد في اللجنة الخماسية. إحنا ساندنا وبمنتهى القوة وحسن الظن وما زلنا اللجنة الخماسية. وقلنا ده حاجة جميلة قوي، والجدول نزل حلو قوي، والدنيا ماشية والله شكلها كويس، لحد ما لقينا إن في الحاجات بقى لما يجي المشكلة يبان مع المشاكل نفس الحلول القديمة. الشكاوى اللي بتروح للاتحاد أو لجنة الانضباط وما جالكش رد عليها، نفس الأسلوب. التحكيم اللي يتعمل فيه أخطاء فجأة وتبان وما تشوفش كابتن الغندور في تحسن في الأداء التحكيمي، لازم نقول هذا الكلام، لكن مع الخطأ بيحصل ايه؟ ما بتشوفش النتيجة. وبعدين التعامل مع جدول المباريات اللي احنا كنا يعني معتبرينه ده أهم إنجاز للجنة الخماسية. تعال نشوف المشهد ده. هو مين المتضرر ومين الكسبان من عملية التأجيل؟ طيب عشان تعرف السؤال ده، هو الأهلي بظروفه التي تعطي مؤشرات التفوق والاستقرار، والزمالك بظروفه التي تعطي بعض مؤشرات أن في مشاكل وعدم استقرار، يبدو أن إقامة المباراة في هذا الظرف قد تعطي ميزة نسبية للنادي الأهلي. ومن هنا اتبنى كل شيء. لكن هل ده حقيقي؟ يعني هل تستطيع أنا وإنت دلوقتي أو أي حد في مصر يقول الأهلي والزمالك لو لعبوا بالظروف دي لازم الأهلي يكسب والزمالك يخسر؟ لا طبعا، لا طبعا خالص. إذن الأهلي مفيش حسابات فنية، ابعد الحسابات الفنية من الموضوع ده خالص. طبعا حتى الحسابات الفنية لو عايز تحطها ابعد نتيجة المباراة عن كل الحسابات. صحيح. إذن الأهلي عندما يتمسك بأن ما يحصلش لعب في الجدول مش بيتمسك عشان يستغل ظرف، عشان يقول أنا عندي ميزة في هذه اللحظة. هل التأجيل لصالح الزمالك؟ طب ما تيجي نشوف هل كان لصالح الزمالك لما طلب التأجيل بتاع الماتشات الموسم الماضي لما بعد البطولة الإفريقية، وقلنا يا جماعة ده غلط وهتدفع ثمن الكرة المصرية ومش عارف إيه، ولكن هناك حسابات محدش يقدر يحطها بالطريقة دي لأن اختلفت وبقت أشد قسوة. وهو اتحاد الكرة بعد كده رجع قال لك لا كان على حق. نفس الزمالك بعد كده قال لك احنا بقى ده احنا عالجنا عشان احنا اجلنا كل ده عشان فرجاني ساسي يرجع. فرجاني ودي ايه فرجاني في ايه؟ خد بالك.
انت مش عارف حتى مين اللي ممكن تخسره، وده اللي حصل. جاي النش كان اهم من فرجاني وقتها. إذن عملية التأجيل ليست بالضرورة لصالح الطرف الذي يظن ان التأجيل من صالح. كل المنافسين لهم كل الاحترام، دي كرة. طيب يبقى الاهلي مش بيتكلم عشان يقول انا دلوقتي انتوا بتحرموني من تفوقي، والزمالك مش من حقه يعتقد ان التأجيل هيفيده. طيب على ارض الواقع والظاهر ابتدى الزمالك قال لو انطبقت السما على الارض مش هنلعب. وبعدين دخلنا في المرحله اللي بعديها وضحكت عليكم، ده كان كمين. وان سياده المستشار مش سهل. ده هو كده حط مبدا ان ما حدش يقدر يجرؤ، وهو طلع قال اي مش عارف ايه ياجل، وقال لفظ انا مش هسمح بهذا. فقلنا حلو قوي، يبقى ما فيش تاجيل، لما كانش حد بيطلب التاجيل غيره. هو مش عايز التأجيل خلاص، ومشينا وان الماتش هيتلعب. بدأت تتسرب التحكيم مش لاقيين سبت وحد. ما انت مفاجئتش ان الماتش سبت وحد، انت مفاجئتش ان الماتش يوم السبت، مفاجئتش يعني، ده محطوط الجدول من مدة. وقلنا من قبليه، من اول ما جه بعد ماتش السوبر قلنا يا رب يوم 4 سبتمبر يوم 19 سبتمبر في الاسبوع الرابع نلاقي تحكيم. 19 اكتوبر تقصد؟ 19 اكتوبر 19 اكتوبر نلاقي تحكيم من بدري كده على قدر المباراه. انما كانت بتحسسك الله هو ليه بيتقال الكلام ده؟ عشان نفاجئ في الوقت الكريتيكال الحرج انه ما فيش ماتش اصلا. ما فيش ماتش لاسباب ايه؟ امنيه. امنيه. نيجي نقف هنا، انا بحلل والله ومش بحلل، وانا لسه هقول رايي في الاخر. طب الاسباب الامنيه دي بتبقى حاجتين، يا اما الامن يبقى عنده اسباب يبادر بالاتصال باصحاب الشأن الانديه والاتحاد، الظرف ده مش ما ينفعش يتعمل فيه ماتش، او ما ينفعش يتعمل فيه ماتش بجمهور، او ما ينفعش يتعمل فيه ماتش بجمهور في القاهرة لكن يتعمل من غير جمهور في القاهرة وبجمهور في حتة تانية. يعني الرؤية الأمنية قد تأتي من الأمن، وقد تأتي الرؤية الأمنية وهنا نتوقف نتيجة إيجاب التساؤل للجهة المسؤولة. أنا اتحاد الكورة في دماغي بقى فيلم عايز أعمله، أو مفيش فيلم بمناسبة أو بدون مناسبة أروح سائل الأمن اقول له هو ينفع اعمل الماتش ده بجمهور في القاهره؟ يقوم يرد الامن سؤال محدد اهو المعطيات. ما هو انت سالتني ايه وانا هجاوبك على سؤالك. يقوم يجي الامن يقول لك لا ما ينفعش تعمل في اللحظه دي الماتش ده بظروف بحضور جماهيري في القاهره. اروح انا متلقف هذا الكلام، الامن يرفض اقامه المباراه. ده سيناريو وفقا للمعطيات اللي انت حطيت. اللي انت سالتها اجابه السؤال اللي انت سالته. ايوه ما هو الغموض لازم هيوقف في منطقه من كده. انا بقول كل السيناريوهات، ما بقولش ده اللي حصل، او ان الاتحاد او اللجنه تقول هو ينفع يتعمل اصلا الماتش دلوقتي ولا لا، وفي اي مكان ولا لا، وبجمهور ولا من غير جمهور. يبقى انت غطيت جميع الاحتمالات. في الحاله دي الامن يقول لك ما ينفعش خالص بكل الاحوال وبكل الظروف، او ينفع بس من غير جمهور في القاهره، او ينفع بس من غير جمهور في برج العرب. فكان ده سيناريو تاني. بس هو ده اللي حصل. انا لو الاتحاد بقى يطلع، ودي ما فيهاش اسرار خلاص، احنا مش عايزين الاسباب الامنيه، الاسرار في الاسباب. لكن الرد نفسه اللي هو بيقول ينفع بجمهور ما ينفعش بجمهور في القاهره ولا بره القاهره، دي ايه دي؟ ده جواب بيجي لك ما تفصح عنه. وهو كان رد على تساؤلك ولا لا؟ عشان انت نفضل يا اما ندعم فيك زي ما احنا مكملين، يا اما نقول اه يبقى في كل حاجه هتمشي الامور بالطريقه دي. الاهلي كان عنده كل هذه المعطيات على الترابيزه ويتخذ هذا الموقف. يعمل ايه الاهلي بين الحق والمسؤوليه؟ ليه حقوق الحق فيها ظاهر؟ طيب ابدا لاقفش فيها. طب مسؤوليتي بتقول ما تخليك مرن. طب انا عايز اكون مرن لكن خايف ان مرونتي دي يتم استمرارها
والاعتماد عليها. فكان هذا البيان اللي جاي بيقول لك انا خلاص هأجل ماتشي، واعتقد ان تأجيل الماتش قبل جنراسيون كان احد اهداف او كان احد مطالب الزمالك في الاول. ايوه، بس عايز العب الزمالك في ميعاده في ترتيبه الاسبوع الرابع، ما تلعبنيش بقى الاسبوع الرابع في الدور الثاني بعد ما تتضح الخريطه او تتازم خريطه الجدول. وهو ده لصالح الكره المصريه، واحنا فرحنا قوي ان الجدول جاء عشوائيا وان اللقاء جاء مبكرا عشان اخلص. ده احنا في الاسبوع الرابع وعندنا المشاكل ده، تخيل المباراه دي هي اللي هيتوقف عليها البطوله. ايه الدنيا بقى؟ فين الاحتقان؟ فين الاحتقان؟ مفيش اي احتقان. الاحتقان في ان اطلع اهاجم 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 وبعدين اشتكي فيبان ان في هجوم وشكوى. كلام مقصود بيه ان يتعمل حاله غير حقيقيه لهذا الاحتقان. مفيش احتقان. طيب الاحتقان حياتي من الغموض. ولذلك انا بقول استاذ ابراهيم من بعد ما اتقال الماتش هيتاجل ظهر مؤشرات الاهلي مش مرتاح لهذا التأجيل. مش الاهلي، كل انديه مصر مش مرتاحه للتاجيل ده والدربكه اللي حصلت في الجدول بما فيهم نادي الزمالك. نادي الزمالك في خلال الاعلام بتاعه من خلال هذا الاعلام قد الاهلي افلت من هذه المباراه. ماشي، تقديرهم حقهم. يا ريت كنا لعبنا، مش عايزين تاجيل. ماشي، طيب انا عايز اتوقف هنا. وقد يبدو هناك اقتراح يريح الدنيا كلها. طب الزمالك عايز يلعب والاهلي عايز يلعب، ما تيجي نلعب بدون جمهور في اي حته تانية والماتش يتعمل في ميعاده ونريح الدنيا دي كلها. توليت ولا توليت ولا حاجه، الماتش بعد بكره اكن ما حصلش حاجه. يعني اذا كان فعلا مفيش اسباب، يعني ودي اللي الامن هيجاوب عليها، يعني مش بتاعتي يعني، اذا وافق الامن طب ما نلعب الماتش ونخلص منه اخوانا ونريح الدنيا دي كلها. خاصه ان يعني هيحصل ان زمالك هيستبدل ماتش الاهلي بماتش المقاولين. الطبيعي كان يلعب ماتش الاهلي المقاولين الاسبوع الرابع. ما هو طب بدل الاهلي هيتحط المقاولين. فيعني هي المساله كلها. ودي بيقودني، الناس زعلت لما انا قلت نشكر جنراسيون على انه قال بلد امنه، وانا قلت ملهاش علاقه بحقوق الزمالك ومركزه القوي في هذه القضيه. اللي اكدنا فيها انه موقفه القانوني قوي جدا وسليم، قلنا انه موقفه مش ممكن يجي ضده قرار، وقلنا كبيرها هتتعاد المباراه وهو مكان. طب الحال دلوقتي احسن، وهم بيتلككوا بيقول لك مفيش امان. هو ده اللي انا ما كنتش عايزه، هو ده اللي كنت رافضه، وده اللي كنت بشكر جيرانسيون عليه، انكم تصدرون الصوره الطيبه فيطلع يتزايد عليك. ودلوقتي ممكن يزايد عليك بالكلمتين دول برضه، الشيء ونقيده، مش هنخلص. لكن انا بقول بمنتهى الامانه والاخلاص والحب لهذا البلد والحب للرياضتي والحب اني عايزين الدنيا تمشي في سياقها في موعدها، عايزين نستمتع بكرة القدم اللي هي في الآخر مباراة رياضية لا يمكن نحولها إلى هذا الشيء الصعب جدا اللي مآذي الناس في مزاجها وفي علاقتها. طيب بعد هذا البيان الواضح والشافي جدا والصحيح والصريح حتى في مضمونه ونصه، يطلع البعض، وده النقطة الخطرة جدا في الموضوع، محاولة خلق فتنة بين الأهلي والجهات الأمنية، استغلال كل كلمة ضدك، ومحاولة تصوير بيان الأهلي برغم كل ما فيه اللي هنقف عنده إن هو مش ضد اتحاد الكرة، لا ده هنشوف مين اللي هيكسب، لمحاولة كسر الأهلي أو لمحاولة زرع فتنة خبيثة واضحة. لا، العبوا غيرها، العبوا غيرها بجد، لأنه أي حد هيقرأ هذا البيان بأي طرف من عين المسؤولية واضح جدا تأكيد النادي الأهلي، ودي النقطة المهمة، من منطلق مسؤولياته ودوره الوطني وإحساسه بمسؤولياته المجتمعية تجاه هذا الوطن الغالي، أنه أكثر من 4-5 مرات الأهلي يؤكد على المبدأ المهم والمحوري في هذا البيان. أنتوا مش قلتوا وقبول التأجيل المشكلة أمنية؟ ألاقي البيان، معلش دي قراءة يعني متأنية شوية بعد إذنك يا باشمهندس. اتفضل. ألاقي نص البيان
النادي الأهلي، وقبل ما يدخل في أي حاجة، قبل أي جملة لهواة زرع الفتنة والأدوار الخبيثة النادي الأهلي، وهو يؤكد ده لسه يعني قال المبتدأ وما جابش الخبر، النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية. يعني بقول لكم كجملة اسمية قبل ما يقول الخبر قال التأكيد على الاحترام والتعظيم لهذا الدور الكبير اللي بيلعبه الأمن المصري في خدمة المباريات المحلية والوطنية. دي بس علشان هواة زرع الفتنة الخبيثة واللي حاولوا يضخوا هذا الاتجاه. طيب، وكذا مساهمة الأمن ورجاله للمرة الثانية في الصورة الحضارية للبلاد يلي عايزين تصوروها ان هي عملية ريست ومصارعة الزراعين علشان تأذوا الأهلي او تزرعوا الفتنة. ده النادي الأهلي بيتكلم على مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الألاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضا للمرة الثالثة كانت كفاءة الأمن المصري دامغة، أعتقد في تأكيد وفي شهادة دامغة، كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها غدا السبت لدواعي أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب الذي كان شاهدا للمرة الرابعة، دي الشهادة الرابعة في تأكيد وفي شهادة دمغة وفي صورة حضارية للأمن المصري، ثم الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير. ولقد انتظر النادي الأهلي بعد كل التأكيدات على الدور الكبير، الشهادة الدمغة، الصورة الحضارية، كفاءة الأمن المصري، الثقة المطلقة في كفاءة الأمن المصري. يعني العبوا غيرها قوي بقى، العبوا غيرها قوي. يقول النادي الأهلي: وإذا ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية للمرة الخامسة، هي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية. هو ده مربط الفرس، ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي. لذا فإن النادي الأهلي ده الموقف، لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركتهما المحلية والأفريقية. موقف في تأكيد وتعظيم وتثمين للجهود الأمنية المخلصة ذات الصورة الحضارية ذات الشهادة الدامغة ذات الكفاءة العالية. خلصنا. إذن كل المشكلة خلصنا. دي كل المشكلة دي تعالى يا أستاذ إبراهيم إنك تقول لي هلعب الماتش ده إمتى بس. يبقى أي لسان لخلق هذه الفتنة يتقطع. أنت بتتكلم على الأمن في الوطن، بتتكلم على جهود أمنية بتقدم كل التضحيات، بتتكلم على دور وطني لناد أهم وأعظم ما في تاريخه تلحمه باستمرار مع قضايا وطنه وتضحياته. ينطلق الأهلي بعديها علشان يقول: طب أنت الحل أنك أنت الدفع بالظرف الأمني أو بالدواعي الأمنية تستخدم لتحل العشوائية محل الانضباط في نظام المسابقة. ليه؟ انت عدلت المباراة، اجلتها لهذا السبب لدواعي أمنية. نقف عند اربع نقط يا باشمهندس. النقطة الاولى: النادي الاهلي صاحب المباراة، النادي الاهلي منظم المباراة. لو هو نادي الزمالك هقول لكم نفس الكلام والله. هو انت سيادتك ادارة المسابقات مفيش قدر من التقدير
لمنظم المباراة ان هي تخاطبه؟ المباراة تؤجل اللي الاهلي بينظمها مباراة القمة فيعرفها من التلفزيون؟ هل دي آلية تعامل حضارية؟ هل دي إدارة مسابقة بشكل يحترم المنافسين؟ أنت ما بتتكلمش على مباراة ودية، أنت بتتكلم على مباراة في الدوري أهلي وزمالك. فجأة الساعة 12 ونص بالليل والناس نايمة، المباراة اتأجلت، مفيش أي تليفون من إدارة المسابقات، وهنا بتكلم على إدارة المسابقات وبتكلم على اتحاد الكورة، لأنه هو أنت بتدفع للأهلي قدام عربة الأمن بأمارة إيه؟ كفاية الأمن اللي شايله، كفاية التحديات اللي عنده. اللي بينظم المسابقة هو الاتحاد المصري لكرة القدم. النادي الأهلي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم. وعلى رأيك إيه جدول إن أنا الساعة 12 بالليل مين اللي كان مجتمع 12 بالليل عشان يطلع البيان ده؟ فقمة التجاهل للنادي منظم المباراة، وكأنه مش في الصورة. دي واحدة. رقم اتنين، في دواعي أمنية. يوم 19 أكتوبر الأهلي والزمالك لأ. ماشي؟ أجلتها. تجاهلت الأهلي. منظم المباراة بقول لكم لو الزمالك هقول لكم كان يجب أن يخطر. أنت كان لازم يخطر الطرفين. كان لازم يبقى فيه مفاوضات ومشاورات مع الطرفين. ألف باء، أنت بتتكلم على الدوري الممتاز، بتتكلم على اتحاد الكورة. مش في القارة التانية، أنت بتتكلم على ده الأهلي بينه وبين اتحاد الكورة سور. لو حدف الجواب هيوصل له من فوق السور. لا. مش موجود. زي ما ردتش على الجواب بتاع الشكوى بتأجل مباراة قمة من غير ما تتصل ومن غير ما تتكلم ومن غير ما تبعت. يعرفها من التلفزيون. هو ده الأسلوب الحضاري في إدارة المسابقة. ثم بلاها نادي خد سوسو. هي المشكلة ان طب الاهلي بادر من نفسه وقال انا ما عنديش مشكلة العب في برج العرب وبدون جمهور. مساعدة في ان المباراة تتلعب والمسابقة تنتظم، مش لاستغلال ظرف فني الناس بتحاول تقوله، لانه زي ما المهندس عادل قال الاهلي بيحترم الزمالك ويحترم كل منافس. ومين قال ان الاهلي هيكسب الماتش ده؟ ومفيش ابدا حد بيحترم كرة القدم وبيحترم الرياضة وبيحترم المنافس بيتكلم على ان مباراة عنده افضلية فيها اطلاقا. كل التقدير ومين قال ان الماتش لو تأجل الاهلي ما كسبوش؟ مين قال؟ انما تيجي تشايل المباراة الساعة 12 بالليل وبعد نص ساعة بلاها نادي خد سوسو، بدل ما الزمالك يلعب مع الاهلي الزمالك يلعب مع المقاولين. الله، يعني هي المشكله في الاهلي؟ هي دي المشكله؟ ومفيش رد خالص. طيب انت هنا دي مسابقه تدار بهذا الشكل؟ احنا كنا سمعنا استاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره اللي احنا كنا اكثر المرحبين بتعيينه مع اللجنه، واتكلمنا قلنا يا جماعه احنا عايزين نساند ونساعد وندعم فكره لجنه مؤقته فيها عناصر ما زلنا بنؤكد متجرده من المصالح الانتخابيه، ما عندهاش حسابات ترشح جايه، ما عندهاش مشاكل مع حد، حتى الكلام على اي انتماءات اي حد حر في انتمائه، لكن عندنا الثقة انه في اي حد مسؤول مادام قاعد على كرسي المسؤولية مؤكد انه هيلتزم بكل القواعد اللي تقر العدالة بين الجميع. اللي خلانا تفائلنا واللي خلى الناس اتصدمت واللي خلى علامات الاستفهام كتيرة قوي حوالين ما حدث من تأجيل وتبديل لنادية بسوسو، انه الاستاذ عمرو الجنايني نفسه هو اللي كان قال لنا كده. نفتكره ونفكركم. جدول للدوري محترم يمشي في اوقات معينه ويخلص في وقت معين ويراعي الالتزامات الدوليه والمحليه، هتعملوا ده؟ هلتزم قدامك من اول يوم ان شاء الله يوم الجدول، هنزل اقول يا جماعه الدوري هيبتدي الساعه كذا يوم كذا وهيخلص الساعه كذا يوم كذا. حضرتك بتقول لي انك هتعمل دوري في مصر يس يبتدي يوم كذا الساعه كذا ويخلص يوم كذا الساعة كذا؟ موضوع ما فيهوش أي حاجة خالص ولا كيمياء ولا. وعلى فكرة
يا عمرو بيه. انا بقول لك اهو يا عمرو بيه، ما احنا بقالنا 20 سنه مش عارفين نعمل الحكايه دي. انا بقول لك انا ملتزم قدامك اهو، مش هحط حاجه صعبه عليا مش هعرف اعملها. وهو ده اللي خلانا رحبنا جدا وانبسطنا جدا، وقلنا لا الناس ناويه تاخدها بجديه، لان طريقه الكلام كانت لا تقبل المساومه والتشكيك. انا بقول لك اهو، ويا عمرو بيه يا عمرو بيه ده احنا لازم قدامك. قال انا قدامك اهو، والساعه كذا ويوم كذا وبتاع. هو في ايه يا عمرو بيه؟ الماتش يعني كان من الممكن جدا يتلعب بدون جماهير في اي مكان. اصل مساله ان احنا، وخلي بالك احنا طبعا هنتزنق في الوقت، هنتزنق في الوقت، لان انت عندك البطوله بتاعه المنتخب الاولمبي يعني فاضل لها ايام. فانت ما عندكش طرف الوقت ما عندكش طرف انك انت تعمل الشقلبه دي كل يوم وتاني في ال وانا يعني لما يكون الاستاذ عمرو الجنايني بيتكلم بهذه الثقه يبقى معناها انه حاطط بدائل، لو ما تحققش ده يحصل ايه؟ هو ده تملي السؤال اللي ما بيتسالش. كان لازم الاستاذ عمرو اديب يقول لي طب لو ما حصلش، كنت عايز اسمع اجابه الاستاذ عمرو الجنايني، هل هتستقيل؟ اولا عشان الناس تبقى فاهمه برضه يا استاذ ابراهيم، هذه لجنه اكن الاتحاد ده محطوط تحت الولايه ووصايه الاتحاد الدولي وبمرتبات من الاتحاد الدولي. ده معنى خطير جدا وقبلناه، لانه معناه ان انت مش عارف تدير نفسك، عديم الاهليه جايب لك حد يدير لك. طيب اللي بيدير لك بقى يبقى ذو اهليه، يعني عندك باور مطلق ان ما حدش جايبك يقدر يشيلك غير الاتحاد الدولي. راتبك ما حدش بيمن عليه بيك، ده انت بتقبضه من الاتحاد الدولي. ايوه انت مش هتنزل الانتخابات بحكم طبيعه هذا التعيين. فانت محرر من كل، حتى ما عندكش فرصه عندك يبقى عندك اطماع ذاتيه. ايوه ولا يبقى الا صراعك الداخلي مع انتمائك الشخصي. وده في ايدك انت بقى. ايوه انا كنت اتصور الاستاذ عمرو الجنايني يقول ما هو يا كده يا ملناش لازمه. لان اذا ما كانش الموضوع في ايدكم ها او مش هتقدروا توصلوا له، طب ما هو الجدوى من بقاء اي حد في منصبه؟ احنا قلنا انت محصن بكل انواع التحصين والقوه، انت راتبك من الاتحاد الدولي، علاقتك بالاتحاد الدولي، مفيش ضغوط عليك من اي حد في المطلق، لان انت لو ضغط عليك من اي حد ده انت الوحيد لا يستطيع الاتحاد الدولي يقول له الا دول ولا يبقى تدخل. الموضوع مش مفهوم، ولذلك انا عايز الناس تطلع تتكلم كلام الراي العام يصدقه ويقفله. وانا مش ضد برضه، وانا ضد برضه فكره التسخين. يعني الاهلي عمل بيان كويس جدا 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 ومتوازن، دافع عن حقه وتحمل مسؤوليته، الحق والمسؤوليه وابدى احتراماته. لا احترامات ده مجبر، هي طبيعية. مش بمزاجه، واخد بالك؟ ده حاجه احنا كلنا بديهيات. فانما اكدنا عليها عشان ما حدش يزايد علينا فيها. ايوه واظهرنا المرونه ان احنا قبلنا التفسير في التاجيل، لكن مش هنقبل ان احنا ما يترتبش الجدول ونمشي فيه زي ما هو. زي ما قلت يتحل الموضوع ده، ان يقولوا لنا ماتش الزمالك امتى ونلعبه ونخلص منه على طول. لكن انت كنت فاتح الموضوع ده لسبب، انا مش فاهم انت يعني مين اللي تاجر على هو لحقه ده؟ البيان طالع من كذا ساعه، لحق حد يتاجر على البيان؟ ما هي دي المتاجرات وزرع الفتنه. لكن إيه يعني؟ زي ما قلت لكم يعني ممكن بيان زي ده واضح جدا يتعمل فيه ايه؟ عشان يتقال اصل هي الاهلي ضد الامن. يا سلام. والحقه الاهلي بيتحدى الامن رغم كل اللي انتوا سمعتوه، بس احنا حبينا نوضحه قطعا لالسنه الفتنه. لكنه هو الامن لو خطب الاهلي هيقول له حاجه؟ طب لا هو طب الامن قال لدواعي امنيه، عارفين جمله انه حتى العباره ديت هيستخدمها البعض كي تحل العشوائيه محل الانضباط والالتزام في المسابقه ليه؟
طب الامن قال في دواعي امنيه لماتش الاهلي والزمالك رغم كل اللي احنا قلناه، ماشي مفهوم او نقدر نفهمه. الامن قال الزمالك يلعب مع المقاولين في نفس اليوم، مش في الاتحاد بيدير المسابقه يعني في نفس اليوم وفي القاهره؟ لا ما هو في عشوائيه اكتر من كده. لا مش عشوائيه ده، ده قرار مدروس بعنايه وكان لازم يحصل. لازم كان يبقى في ماتش يوم السبت. الزمالك هيلاعب جينيراسيون، فالتاني هيستغل ده. هو في ساعتها في ساعتها طلع كلام ان هم بيقولوا الله الحق مصر مش امن، وده اللي ما كناش عايزينه انه يصدر لهم ويقولوه ويتلككوا عليه، وقلنا كده بوضوح. فاحنا قلنا لا، طرف الاهلي غير طرف المقاولين، احنا هنحط طرف ما فيهوش توتر في هذه المباراه. فده كان حل، انا شايفه كان حل. لما اتعملش ماتش الاهلي ده كان حل لازم يتعمل من الاتحاد المصري لكره القدم. اذا بيقدر يحل اهو، اذا تقدر تحل، وبتحل الساعه 1 و2 بالليل ازاي ما اعرفش، لكن كمان ما اعرفش لما راحت لك جوابات النادي الاهلي وفيها ما فيها مسجله سيادتك ما ردتش ولا 2 بالليل ولا 2 الظهر ولا اي وقت ولا يوم الاثنين ولا اي وقت رديت ولا اي وقت عبرت ولا اي وقت افتكرت ان انت شكلت لجنه للانضباط على راسها المستشار الجليل سيد البنداري، اللي قال لنا وقال للاستاذ احمد موسى اعتقد انه ناوي ينفذ القانون ومفيش حد فوق سياده القانون، زي ما فكرنا الاستاذ عمرو الجنايني بنفكر معالي المستشار سيد البنداري. وان شاء الله خير. لو في مسؤول نادي او مدير كوره او مدرب او خرج عن زي ما اقول كده الذوق العام او الاخلاق او الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا احمد بيه، انت قصدك ايه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها تاني بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم والمنظمين كله، يعني بص حضرتك كل عناصر كل من له تدخل الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه. طيب اللائحه اللي بتعدوها يا فندم، هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك، انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف، ولازم اراعي هذه اللوائح كلها. واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه، احنا مش بمعزل عن دول، خد بال حضرتك بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات في له وضع خاص، ان الفيزا والمحكمه الدوليه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ايوه لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد الانجليزي لكره القدم، واخد بالك حاجه؟ كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه. كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه. يعني هو طبعا احنا الكلام ده يعني عناه اكتر من مره لاهميته، لكن يعني هضغط او هتوقف او هحط مجموعه من الخطوط. ان هو اشار انه مش الشغل مش من فراغ، ده متوافق مع المعايير الدولية والاتحاد الدولي، وانه تم الاستعانة باللائحة الانجليزية وترجمتها ودراستها. اذا في لائحة وفي احنا كنا سألنا ايه المعيار اللي هيطبق على الامور. ناخد من الجزئية دي ونقول ان لا، ده في حاجة بمعايير قياسية دولية بس ما شفنا لهاش ترجمة على ارض الواقع لسه. ارجو ان لما يخلص الدراسة نعرف ايه اللي حصل، وهي يا اخوانا والله مهم جدا، لان وسرعه البت في الامور دي هي اللي هتؤدي الى الاستقرار
عمر انك تسيب الامور كده للناس كل واحد يتصرف بطريقته ما يساعد على الاستقرار. فنتمنى الوقت ما فاتش، ما كناش نتمنى يعني ان احنا نبقى في الموقف ده، لكن نلحق نتدارك نظبط الاداء، خلينا بقى فعلا نعمل موسم محترم يليق بمصر، يليق بمصر يا اخوانا. مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي، اقدم فريق، يعني اقدم فريق في 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 القاره لعب كره قدم. فمصر علمت الناس كلها، دي هي اول دول الشرق الاوسط انضماما للحركه الاولمبيه. كل يعني شيء مصر لها ابطال اولمبيين في العشرينات وفي يعني بقى اكتر من 100 سنه عضو الحركه الاولمبيه. مصر ما ينفعش الامور تبقى ماشيه فيها كده في الرياضه ابدا. ما ينفعش كمان، ما ينفعش ان اتحاد الكره ينسى مهام الفيفا اللي كلفوا بيها. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بين الحق والمسؤوليه، واستعرضنا مع حضراتكم البيان بالكامل والموقف الصريح والواضح للنادي الاهلي، وانه بعد ما حكى كل الموقف وتفاصيلاته قال ان انا بتوقف عن المشاركه، مش هلعب اي مباراه قبل مباراه القمه، وده اتساقا للجدول وانتظاما للمسابقه وحفظا لمبدا تكافؤ الفرص. حتى قال له وحرصا الا يتكرر، بس قال له ويا ريت اللي بنطالب بيه الموعد الجديد يحفظ مبدا تكافؤ الفرص بينه وبين الزمالك وبين بقيه الانديه، خاصه احنا سوا مشاركين محليا وافريقيا، فتبقى المواعيد منضبطه محافظه للحقوق. لسه حد بيقول لي دلوقتي في الفاصل، كابتن احمد حسام ميدو طلع مع الزميل مهيب عبد الهادي من شويه وقال الاهلي موقفه سليم جدا والاهلي معاه حق وبقيه الانديه لازما تقف تساند هذا الحق في انه المسائل تنضبط والجدول ينتظم. ده الموقف البديهي على فكره. حتى الكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك له فيديو صريح ايضا بيتكلم فيه عن ظروف هذا التاجيل، نشوفه. اي حد ده في الاخر انت عندك مرايه اسمها كره القدم لمصر. انا شايف كده، وانا شايف ان القرار ده ظالم لينا. ليه؟ لان احنا عايشين فتره مميزه جدا، امن وامان وانضباط وقوه وتواجد امني رائع وكل حاجه مجهزه، وبعدين ماتش اهلي وزمالك ده من غير جمهور وفي برج العرب، يعني انت تاجله ابعاده ايه؟ ايه الابعاده؟ ايا كان القرار. ما طمنتنيش عليك لحد دلوقتي برضه يا فندم، لسه ما طمنتنيش عليك. كنت اخبارك ايه؟ كويس ولا حاجه؟ انا كل اللي انا بقوله هو انا شايف ان القرار ده طبعا اي نادي بعد كده طلع اتكلم وقال مش عايز العب ومش عايز اعمل، خلاص الباب اتفتح بشكل جامد جدا. هو طبعا ايمن كالعاده بيلمس ما وراء القرار، ما وراء الخبر، ما وراء المشهد. قال كلمه انا متفق معاه، هو قرار ما بينصفش مصر. مصر امن واروع، وان احنا ماتش ممكن يتلعب بدون جمهور في برج العرب ما يتلعبش يعني. فنتمنى، وانت بتقول ميدو قال كده وكل الانديه، اصل انت شبطتنا، انت عشمتنا، انت عايشتنا حلم جميل. لا انت لازم تقوم بمهامك. الاستاذ عمرو الجنايني عيشنا باشمهندس، هو حتى فاهم. لا حتى لو هو ما عيشناش يا حبيبي عشان خاطر هو جه مكان المجلس اللي فات عشان ايه؟ يا استاذ ابراهيم يصلح الغلط. استاذ ابراهيم اه يعني ما كانش مبسوط انت من الكلام اللي بيقوله؟ لا مبسوط. اذا عيشنا حلم جميل كويس. يعني هو انا ليه بقول حلم؟ لانه طلع حلم مش واقع. ما هو عشمنا لكن ليه جه في التنفيذ ما عملش؟ او حد وهذا كلام بيتلمح فيه دلوقتي جوه اللجنه اتصرف لوحده ووصل الموقف لكده. وانا بقول لك بس لو كان يحصل مرة تحقيق ونعرف ايه اللي تم فيه. على فكرة جريدة الأهرام قالت كده، يعني ما تلميح، لكن ما حدش قال فلان الفلاني. ما تقولوا فلان الفلاني. يعني ايه خطورة الشخصيات؟ ايه خطورة عادل القيعي وابراهيم منيسي ما يغلطوا يتقال فلان الفلاني عمل كده؟ ايه الخطورة؟ يعني انا مش شايف حاجة تستدعي ان احنا ما نواجهش مرة الخطأ
بالاسم وبنوع الخطأ، وكل واحد يتحمل كل واحد يتحمل مسؤوليته، عشان الأمن المصري متحمل كتير. إنما كله إيه؟ تلقيح، عضو التحد، يعني إيه عضو التحد؟ عشان الأمن المصري متحمل كتير. أنتوا مصدرين في المشهد إنه الأمور لظروف أمنية، مع إنه زي ما المهندس عدلي شرح السيناريو المحتمل، أنت اللي حطيت المعطيات. كنت تقدر تحط معطيات إيجابية تسهل، وبعدين يطلع حد في الاتحاد يقول لك إحنا عندنا مشكلة قصور في عملية ضبط الاتصال، على أساس إنه العميد ثروت سويلم قبل كده كان بيقوم بهذا الدور برؤية أمنية مبكرة شوية كراجل أمن. طيب هي دي مسؤولية مين؟ مسؤولية الأندية ولا مسؤولية الاتحاد؟ ما هو دي نرجع تاني برضه أستاذ إبراهيم نشوف تشكيل اللجنة من أول يوم، وكان مخوفنا فين؟ مخوفنا إنها مش بس لجنة فيها انتماءات، لا دي لجنة ما فيهاش خبرات. خبرات، أيوه. واخد بالك؟ مع كل الاحترام ليهم. أنت دلوقتي رئيس اللجنة، أنا هاخد السطر ده وهصدقه. أيوه. العهد على الراوي. أيوه. عضو اتحاد الكورة وراء إشعاع الموقف في غياب رئيس اللجنة 95. لأنه هو الأستاذ عمرو الجنايني في أمريكا. هو لما يجي أي مخلوق في غياب رئيس اللجنة يتصرف هذا من حقه؟ ولا لازم يتصرف طبقًا لرؤية فيها جماعية وقرار متاخد بشكل سليم في جلسة سليمة؟ يبقى ده موقف واحد للاتحاد. ده معنى كده ان كل واحد برؤيته وبانتمائه يمكن ان يستقطب لوحده، ونرجع تاني لنفس الصورة اللي كنا عليها في المجلس السابق. ان كان في جواها ناس اقوياء وناس ملهاش دور. ملهاش دور بالمعنى. ايوه. في اتنين كده او يعني ملهمش دور خالص كان ما سمعناش. يعني يدونا مش عارف ايه الحته دي وملكوش دعوه بينا ومالناش دعوه بيكم. فكان في فرصه ان ناس تانية تبقى مستحوذه، اللي مستحوذ على التحكيم، واللي مستحوذ على المسابقات، واللي مستحوذ على شؤون اللاعبين، اللي هي لجان صاحبه المشاكل جوه الاتحاد. وبعدين المنتخبات القوميه دي خناقه عامه. اصحاب الوجاهه كلهم بيتخانقوا فيها. فعايزين نكرر ولا عايزين نصلح؟ طيب اللجنه دي جايه من الفيفا، المفروض تبقى جايه بتكليف ورؤيه محدده، لان انا الفيفا جايبها تعمل ايه؟ جايبها تستكمل لي خبرات مش موجوده. انا اللي بقول راح قال للفيفا شكلوا لنا لجنه، هو راجل عنده اتصال بالفيفا. طب قال لهم ايه؟ قال لهم احنا ما عندناش خبرات تدير دلوقتي، عندنا فراغ اداري. تخيل لو واحد يعمل كده في مصر، يقول لهم عندي فراغ اداري، مصر عندها فراغ اداري في الكوره، ويقوموا مختارين خمسه من هذا الفراغ، كلهم واعدين، كلهم ممتازين. يمكن الدكتور جمال كان قبل كده له مسؤوليه، ويمكن فضل كان خارج من مسؤوليه في البطوله. اما الباقي تجارب مع الانديه. الدكتوره سحر هايله وهتبقى كويسه جدا. الاستاذ عمرو الجنايني بكل في المقاصه، وما زال له منصب. حتى انا دلوقتي مش فاهم هو ساب مجلس اداره نادي المقاصه ولا ما سابهاش؟ وكان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كان بس النهارده هو يعني عنده خبره، هو رئيس اللجنه. ما زال محتفظ بمكانه في المقاصه ولا لا؟ دي نقطه تانية مش عارفين هل في تناقض ولا لا. ما لا يعنينا يعني. انا بس شيء كده جه على بالي. الاستاذ دكتور احمد عبد الله طول عمره لعيب محترم، وانما انا ما اعرفش خبراته ايه عشان يبقى عضو لجنه خماسيه خمسه هيشيلوا المسؤوليه الليله. فما يبقى رئيس الاتحاد مش موجود، بقينا اربعه. طيب مين من الاربعه دول اللي عمل هذا التصرف اللي بيقول، ولا الخبر ده مضروب؟ ولو مضروب يبقى مشكله كبيره جدا. هو ده في الاهرام. هو المعنى ده تناثر كتير، وعشان كده هو ده تفسير لفكرة أو لجملة حتى لا تحل العشوائية، حتى لا تحل العشوائية محل الانضباط في المسابقة. ليه؟ الغموض الشديد اللي المهندس عدلي بيتكلم عليه، التجاهل لحق منظم المباراة إن أنت ما تعرضش عليه وتسيبه يعرف مصير مباراة قمة، ليه حاطط جدول فني لإعداد اللعيبة بتاعته وبيكثف العلاج وبيجهز بيكثف التجهيز البدني للاعبته، انه في مباراه يوم السبت اهلي وزمالك، مش مباراه عاديه، مباراه قمه.
يعرفها من التلفزيون اخر الليل. دي العشوائيه. دي العشوائيه كمان اللي خالقه من الغموض، ان انت تعلق يافطه تقول لي لدواعي امنيه، ويطلع عضو مجلس اداره في اللجنه الخماسيه يقول لك اي نادي معترض يروح للامن. يا سلام يا سلام بجد. هو النادي الاهلي عضو جمعيه عموميه في اسم شبرا الخيمه يعني؟ الداخليه عندها جهود، عندها مهام، عندها تحديات كبيره قوي، بتبذل مجهود كبير جدا في حفظ الامن والسلامه في الملاعب، مشكوره عليه. بس انت كاتحاد، انت منظم المباراه، انت منظم المسابقه، انت اللي عندك هذه المسؤوليات. عندك قصور في الخبرات، دي حاجه تخصك. عندك تقصير في الاتصالات، دي حاجه تخصك. لكن هتعلق لي يافطه على الاتحاد لدواعي امنيه وانت تعمل اللي انت تعمله وتقول اي نادي معترض يروح الاسم؟ لا. رقم واحد، انت بتصدر للامن مشاكل هو في غنى عنها. رقم اتنين، بتحمله تبعات راي عام هو مش مسؤول عن اللي انت بتعمله. انت المفترض عندك خطوات استباقيه وعندك ترتيبات مبكره جدا وعندك تحسبات لحاجات كتيره مخلياك بتنظم على شكل استراتيجي شويه. لكن مش قبل المباراه بيومين تفجر حاجه زي كده وتعلق يافطه وتطلع في الجرايد، ودي الخطوره. احنا كنا حتى الاول لما بتتاجل مباراه لظرف امني غير قابل للاعلان ما بيتقالش، حتى في الصحافه ما كناش بنكتب ده، اتاجلت المباراه. لكن ايه استسهال اتحاد الكوره لجمله لدواعي امنيه؟ هو بيستخبى وراها، بس انت مش واخد بالك ان خطوره المساله انك بتصدرها للراي العام. لا، مصر مستقره جدا، الامن المصري زي ما البيان قال على درجه عاليه من الكفاءه، قادر يقوم بكل المهام. لكن مش الاتحاد لمجرد انه عايز يأجل مباراة ترضي وجهة نظر أي حد فيهم أو تلبي رغبة أي طرف ضاغط عليهم في اتحاد الكورة، فيطلع يعلق يافطة لدواعي أمنية ويكررها في كل تصريح. لا، إذا كان في مشكلة لهذه المباراة يحصل اتصال، يحصل اتفاق، يحصل شرح للموقف، يحصل تقدير للموقف الرياضي كمان بجانب الموقف الأمني، والكل يتوافق على التأجيل بمنتهى الشياكة والاحترام والهدوء. لكن مش الساعة 12 ونص بالليل واضربوا دماغكم في الحيط وأعدل الماتش مكان المباراة وأتجاهل كاتحاد أن أنا أتصل حتى بمنظم المباراة. اللي بعت لي بيشتكي من تجاوز كبير جدا حصل في حقه وحق رموزه وحق جماهيره، شكاوي موثقة ومحدش رد. ده الاتحاد اللي قايم بمهامه، اللي الفيفا لما كلفه بهذه المهام كلجنه خماسيه اول جمله قالها له فيها او اول تكليف اداره الشؤون اليوميه لاتحاد الكوره. يعني سيادتك كاتحاد كوره كلجنه خماسيه انت مكلف بده. برضو ما بحبش اقف عند حته انه دي لجنه مدفوعه الاجر، لا لا، كلهم يا سيدي ناس افاضل كبار ومحترمين. هو دي الشيمه يا استاذ ابراهيم. هو لما بقول اداره الشؤون القوميه هو بيديله اجر عشان هو بقت شغلته، شغلته هو يعمل الان من الفيفا في لجنه تدير اتحاد كره القدم وشؤونه اليوميه. دي لجنه محترفه، لجنه محترفه بالظبط. دي مش 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 مجلس منتخب. هذه لجنه محترفه، ها، المفروض يبقى لها تواجد يومي في اتحاد الكوره وتتوزع مهام الاتحاد عليها وتواجه كل هذه المشاكل وتحلها بدري. امال انا بسالك ليه دلوقتي؟ هل ما زال رئيسا لل او عضو مجلس اداره في المقاصة ليه؟ لان وتملي برضو وهو العيب، لان بناخد المسائل انها كانها اهان. الكلام ده ما اتشرحش ليه من اول يوم في قرار التكليف؟ هو كان يجرى ايه؟ يا جماعه اللجنه دي ايه؟ عباره عن 1 2 3 دورها ايه؟ 1 2 3 مسؤولياتها ايه؟ 1 2 3 واجباتها ايه؟ 1 2 3 حدودها ايه؟ 1 2 3 خلصت. طيب في الحاله دي نقدر نتعامل بالشكل ده، انما نفضل كل الناس بتمن على مصر وهو الوضع مش كده؟ لا، واخطر ما فيها يا باشمهندس انه يستسهلوا الدفع بيه للدواعي الامنيه. يعني دي حتى جمله في الصحافه ما كانتش بتتقال باستسهال. انت في اي ظرف ما يسمح بتأجل، بتوافق. برجع أقول لك ده حسب السؤال اللي بيروح للأمن.
هل الامن الذي بادر؟ ما كل دي كانت لازم تتقال. ايه المشكله ان نشتغل بشفافيه شويه؟ ايه اللي يضرنا في هذا الامر؟ طيب واحد من اللي جلسوا امن هنضرب تعظيم سلام طبعا، ومش عايزين نقول له ايه ده وافعكم خالص. بس يبقى فاهمين ان الامن هو اللي قال كده بناء على رؤيته مش على استفسار. هو لو حصل اتصال بالنادي الاهلي وحصل هذا التنسيق وهذا التوفيق ان انت توفق وضع هذه المباراه، الاهلي كان هيقول لا، هيقول من المؤكد القيادات الامنيه لديها ما لا نعلمه. لكن انت تعمل ده وتتجاهل الاهلي كاتحاد كوره وبعد نص ساعه تروح حاطط مباراه تانية، ايه ده يعني؟ هي بس المشكله ان الاهلي يلعب؟ طب يحصل اتصال، طب يحصل اي تقدير، طب يحصل تفسير، طب استنوا للصبح؟ لا، امر واقع. وبعد كده تتضايق كاتحاد كوره ان النادي الاهلي يقول لك لا ستوب؟ هو في عشوائيه اكتر من كده؟ اشيل وبدل الساعه 2 بالليل وعايز نادي انت متجاهله حتى في الحقوق الادبيه والقانونيه ما بتردش عليه، عايزه يقبل هذا الوضع العشوائي؟ بقول لكم ميدو وايمن يونس كباتن كبار واي حد هتساله هيقول لك ده وضع ما يصحش، ما يضمنش انتظام مسابقه باحترام. اي حد متسق مع ذاته، هات لي نادي واحد ما قالش ان ده غلط، كله ما انتقدش تصرف اتحاد الكوره. ابعدونا عن الوضع الامني، اذا كانت هذه رؤيه امنيه هنحترم، خلصت. اذا كان ده حاجه نتيجه استفسارات من اتحاد الكره لا مش مقبوله. وهيقول لك بناء على وضعيه امنيه. يا سيدي ماشي، انت عملت ايه عشان تذلل هذه الوضعيه؟ انت اتصلت ازاي؟ انت قدرت نادي منظم للمباراه ولا ما انظم ولا ما احترمتهوش؟ اصل فكره ان انت هتدفع ما هي جمله ده وضع امني. لا، خد بالك انت بتدفع بمسائل بين الراي العام على السوشيال ميديا تبعاته مش لطيفه ابدا، والصوره العامه بتاعته ما يصحش انت كاتحاد كره تساهم في رسمها بهذا الشكل. لانه الكلام ده ما يتقالش كده باستسهال ان انا ده وضع عشان الصوره الامنيه، لا، مصر على اعلى درجه من الاستقرار، مصر اتحركت كتير جدا. فما تجيش انت علشان عايز تبدل مباراه بمباراه الساعه 2 بالليل. هنفضل في الكوره كده واخدانا في السكه دي على طول؟ وايه دي كوره يا اخوانا، متعه. الكوره دي بتخلي الناس يعني الهاء صحي بالزبط. يعني انت بتروح بيها بره همومك، مش تبقى هي مصدر همومك. شفنا راي الكابتن ايمن يونس، كمان راي ناقد رياضي كبير وواحد من اللي جلسوا على كرسي اتحاد الكوره واداروا في فترات انتقاليه صعبه، الكابتن عصام عبد المنعم، كاتب النهارده رايه مهم في الاهرام، بيقول قرار تاجيل مباراه القمه في الدوري الكروي طبقا لتعليمات امنيه لاقى ارتياحا وترحيبا من جانب اداره نادي الزمالك وجماهيره، ولسان حالهم يقول تعظيم سلام للامن، بركه يا جامع اللي جت منك. بينما الاهلي لم يعلق، ومعروف ان ادارته في كل العصور تحترم التقديرات الامنيه. على الجانب الاخر نجد السويسري فايلر مدرب الاهلي غير راض ويريد اداء المباراه في موعدها لان فريقه في حاله فنيه ومعنويه طيبه عقب الفوز بالبطوله القاريه والسوبر، ونحن نقول مصلحه الوطن والمواطنين اهم، والبطولات باقيه هي هتروح فين يا اهلي؟ وبيقول باي منطق يتم تاجيل هذه المباراه؟ على اساس فين مسؤوليه اتحاد الكره؟ دي مقاله الكابتن عصام عبد المنعم، انه اتحاد الكره واحد من مهامه اداره شؤون المسابقه. يكون بهذا الشكل المساله لا ترضى اي حد، الكل فعلا عنده هذا التحفظ الكبير. ناس كتيره الحقيقه بمناسبه الكابتن محمود الخطيب وفي علاجه في المستشفى الملكي في الاسكندريه بعتوا لي في الفاصل رسائل كتيره عايزين يروحوا يزوروا الكابتن في المستشفى في الاسكندريه. يا جماعه الكابتن بعد نجاح عمليه الحقن هيغادر المستشفى او ربما يكون غادرها، وبالمناسبه بنجدد شكرنا للاستاذ الدكتور احمد فرهود والدكتور محمد اسماعيل رمضان صاحب ومدير مستشفى او مالك المستشفى الملكي في الاسكندريه، والدكتور احمد ربيع اللي قام بعمليه الحقن للكابتن الخطيب، ودكتور عاطف شنوده طبيب التخدير في المستشفى، وكل اطقم العلاج في المستشفى الملكي على اهتمامهم الكبير
والطبيعي بالكابتن محمود الخطيب، فليهم كل الشكر والتقدير، وللكابتن الخطيب كل الدعاء بإذن الله تعالى أنه ربنا يتم شفاؤه ويتحمل ما هو متحمل، لأن المسائل زيادة على الحد. وشفت رأي الدكتور أحمد فرهود أنه الكابتن الخطيب بيبذل مجهود مضاعف جدا في وقت هو في أمس الحاجة للراحة، لأنه البديل زي ما قال الدكتور فرهود هو التدخل الجراحي اللي هيكون للمرة الرابعة، وده ربما كانت محاذيره الطبية كبيرة شوية. إن شاء الله كل الشفاء والتمنيات بالخير بإذن الله للكابتن محمود الخطيب. الجونة بيتضامن مع النادي الأهلي، والأستاذ نادر شوقي مسؤول شركة الجونة اللي بتدير النادي قال إنه لن نخوض مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ونادي الجونة يتضامن مع النادي الأهلي في البيان اللي صدر اليوم. النائب الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب قال على حسابه الرسمي على تويتر: نحترم وجهة نظر النادي الأهلي ونقدر موقفه تماما، ونتمنى للدوري الاستمرار. وشفتوا كلام الكابتن أحمد حسام ميدو اللي قلت لكم عليه، المدير الفني لنادي بيراميدز، وأعتقد المقصة آسف إنبي يمكن على بالي، لأنه الكابتن علي ماهر النهاردة خسر من الكابتن مختار، الانتاج الحربي كسب إنبي، والكابتن علي ماهر قدم استقالته عشان يكون أول مدرب يرحل في الدوري. الأسبوع الرابع بدري قوي، خسارة. يشوف علي ده كان مقدر له يكون حاجة أحسن يعني في مكانة أفضل بكثير الآن، يعني تجربته مع الأهلي ثم الأسيوطي كانت ناجحة بكل مقاييس. أول ما خرج ما حققش نفس النجاح، ولو إن كان بدايته السنة اللي فاتت مع سموحة كانت كويسة. ربنا يوفقه. طيب، نجاحات بمناسبة الدوري، نجاحات ريني فايلر مع النادي الأهلي. فايلر أبو سيفي ضعيف، فايلر اللي ما رضيناش ناخده علشان ضعيف. فايلر النهاردة الصحف السويسرية حطاه ضمن قائمة مدربين مرشحين لتولي المنتخب السويسري. صحيفة بليك السويسرية وضعت بعض الأسماء مرشحة لقيادة المنتخب السويسري بعد إقالة فالديمير بيتكوفيتش المدير الفني الحالي بسبب النتائج المتذبذبة في تصفيات يورو 2020. المنتخب السويسري في الوقت الحالي بيحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة وعنده 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جمهورية أيرلندا والدنمارك اللي بيحتلوا الصدارة والوصافة على الترتيب. في انتقادات كتيرة من قبل الصحافة السويسرية للمدرب الحالي، فالمجلة رشحت مجموعة أسماء لتولي المسألة أو لتولي قيادة المنتخب، بينهم ريني فايلر، لوسين فافر مدرب بروسيا دورتموند، جيراردو سوني أو سواني مدرب يانج بويز، ومارسيل كولر مدرب بازل السويسري، وأليكس فري مدرب بازل السابق، وأورس فيتشر مدرب يونيون برلين. دي قائمة بالمرشحين، لكن يعني لا جمهور الأهلي أول تعثر عايزين يغيروا. يعني أنت فارق نقطة عن أيرلندا. طب هل أضرار أنك أنت تغير أقل، ولا أن الراجل يستمر ويحاول يعوض النقطة دي؟ يعني برضو أنا الخبر في جورنال ما ادلوش مصداقية كبيرة. وميتشو وصبونا في حالنا بقى. ميتشو يعني ميتشو الصربي، صحيفة أو صحف جنوب أفريقيا واضح أن هم حاطينه في دماغهم من المشاكل كانت موجودة له وهو هناك، لأنه بصوا عشان تشوفوا الأفارقة، وده وضع طبيعي في يعني مكانة مصر وشعبية الكرة المصرية في القارة كمان، لأنه صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية طرحت تساؤل حول بقاء الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للزمالك والمدير السابق لأورلاندو بيراتس. عشان كده بقول لكم واضح أن عندهم مشاكل مع الراجل. قال لك مباراة القمة كانت طوق النجاة، تأجيل مباراة القمة طوق النجاة لميتشو، على أساس أن هم متابعين الشأن المصري كويس، وده شيء طبيعي لأنه أنت بتتكلم على الكرة المصرية في القارة، ازاي انديتها متسيدة سواء الاهلي الزمالك بيراميدز والمصري كمان في كأس الاتحاد الافريقي. وعلى ذكر الاخبار والمواقع، سوبر كورة باشمهندس انه محمد الشناوي مطلوب في مانشستر يونايتد. هنبتدي بقى الموسم هيبتدي بدري بدري. مطلوب والشناوي بدري بدري. مطلوب والماتش يتأجل، هو نفس الفيلم بنفس السيناريوهات.
طيب صحيفه بيرمنجهام ميل قالت ان محمد الشناوي اللي كان مرشح للانتقال لصفوف استون فيلا المحترف ضمن صفوف الثنائي المصري محمود تريزيجيه واحمد المحمدي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الاخيره بات محل اهتمام نادي مانشستر يونايتد. اضافت الصحيفه ان في مفاوضات حاليا لانتقال الشناوي الى مانشستر يونايتد لتدعيم مركز حراسه المرمى في ظل اصابه ديفيد ديخيا وتواجد حارس مرمى واحد فقط هو سيرجيو روميرو. الكلام ده صح ولا لا؟ الله اعلم. زي النهارده في 16 اكتوبر 2005 الاهلي فاز على الزمالك 2-0 في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، سجل الاهداف محمد بركات. هنشوف اهداف اهل وزمالك 2005 ومنهم نطلع لفاصل ونتواصل. استاذ ابراهيم، يعني طبعا رجعنا لكم، بس ايه، في حاجه مش عايزين الاحداث تاكلها كده، حاجه مهمه جدا، وكل ما افتكر ان انا اكلمك فيها عشان محتاج ان احنا نعمل حلقه ونستعد لها. الجمعيه العموميه للاسف الوقت بيداهمنا. طيب بس الجمعيه العموميه، عندك خبر الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي العاديه اللي هي المفروض قبل شهر نهايه 11 في سمعت ايه؟ المفروض قبل نهايه 11 مش كده؟ اه. طب عايزين نبقى الحلقه الجايه كده، لانه اكيد جدول اعمالها مهم باذن الله يكون ليها اهتمام في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بتعقد في انعقادها العادي قبل نهايه نوفمبر باذن الله. رابطه حب الاهلي المصري يجمعنا. بصوا قيمه الاهلي وحب الناس ليه. الصديق العزيز اسامه عمر الفلسطيني، واحد من عشاق الاهلي اللي انشا مع الاستاذ علاء خالد وضياء وخليل وكل الاشقاء الغاليين علينا في غزه وفي كل ربوع فلسطين الغاليه، رابطه محبي وعشاق النادي الاهلي في فلسطين. كمان اسامه عمر توسع بنطاق انه ازاي الاهلي يقدر يجمع، الاهلي المصري يجمع حواليه كل محبيه في الوطن العربي، فعمل رابطه حب الاهلي المصري يجمعنا. وزي ما قال لنا انه في اهتمام بالتواصل بين كل الروابط المحبه للاهلي في الاقطار العربيه، علشان ده التاكيد الدائم على مكانه النادي الاهلي اللي موجود اسمه في كل الدول العربيه. مفيش دوله، شفنا الاستاذ السر جدور الاسبوع اللي فات وهو بيقول لنا في كام نادي سوداني يحمل اسم الاهلي؟ 9. تسعة او 12 يعني في كل الاقطار او في كل المدن السودانيه هناك من يحمل اسم الاهلي. دي قيمه الاهلي وده دوره المجتمعي. باشمهندس، يمكن قلت لكم في البدايه احمد حسام ميدو، واحمد حسام ميدو راجل ابن نادي الزمالك، واحد من نجومه وحاليا المدير الفني لفريق المقصه، والنهارده كان عامل مباراه كبيره مع المصري وكسب 1-0. احمد حسام ميدو قال رأيه في تأجيل مباراة القمة، نسمعه. قالوا النهاردة بالمناسبة مع الزميل مهيب عبد الهادي في ام بي سي. النهاردة ماتش القمة بيتأجل لأسباب أمنية، وبصراحة كان لازم يبقى في مواجهة، إن إيه هي الأسباب الأمنية اللي تمنع مباراة القمة حتى بدون جمهور. النهاردة بعد ما كنا في موقف إن إحنا اتحاد الكرة بيصدر فكره ان السنه دي سنه هتبقى مختلفه وان ده بدايه التغيير، وان احنا مش هيكون في اي تغيير في جدول المسابقه، ان مره واحده ماتش القمه اللي هو يعتبر اهم مباراه في الموسم بيتم تاجيلها، ده فتح الباب قدام الانديه الثانيه ان هي بتطالب بالعدل والمستوى. ما هو ده اللي بنخاف منه يا استاذ ابراهيم، اول ما بتفتح باب الناس كلها عايزه تخش منه وتتدافع. ايوه. وانا مع ميدو، يعني ما يعني يا ريت خلاص، يعني والله الوقت ما فات، والله العظيم اذا كان من الممكن اداء هذه المباراه يا ريت تتلعب. حتى برشلونه اللي مولعه عشان الاحكام بتاعت الانفصاليين، بس تقرر رسمي، يعني قبل ما يعترض بعدها تقرر تاجيله رسميا. معلش كان في فكره التاجيل، لكن الانديه رافضه حتى بما فيهم برشلونه. يعني الانديه تملي مع النظام،
ما هو انت لو الانديه كلها رفضت انها تعيش حاله العشوائيه، هدي لك مثل تاني. افرض ان انت عايز تفرض النظام، لما تبقى حمراء تقف، لما تبقى خضراء تعدي، لما تبقى صفراء خلي بالك استعد. طيب جيت انت وهي حمراء، راجل طيب كده عسكري مرور قال للناس اللي واقفه على الرصيف عدوا مفيش حد جاي، مش الرائع جدا ان اللي واقف على الرصيف ده يرفض يقول له مش هعدي لما تبقى خضراء؟ طبعا. اذا الانضباط ياتي امتى؟ بشكل اقوى عندما يبقى ثقافه للمتلقي. النهارده انا مبسوط من موقف الانديه ليه؟ لان هي برفضها للعشوائيه وقرارات تاجيل يمكن هي اللي تفرض انتظام الاداء. فده موقف ايجابي، يعني لاول مره نشوف موقف واحد للانديه كلها. طيب عندك تعليق على محمد الشناوي مطلوب في مانشستر يونايتد؟ اتفضل. حاجه يعني لو الخبر صادق طبعا شيء جميل جدا ويليق بلاعب زي محمد الشناوي، وانا بقول حراس المرمى في مصر طول عمرهم يلعبوا في اي حته في العالم بصراحه يعني. كان عصام الحضري يقدر يلعب في اي حته، كان كابتن شوبير، كان كابتن ثابت، كان كابتن اكرامي، كان انا بقول على اللي يخصوني يعني في النادي الاهلي. اكرام الكبير، اكرام الصغير راح لعب واحترف فعلا بره في هولندا، قعد سنين هناك. لو جاله مانشستر يونايتد حاجه رائعه، بس هي مشكله مانشستر يونايتد هم دخية مصاب وبمجرد ما هيخف هيبقى دخية والحارس المرمى الرئيسي، الا اذا يعني قدر يقدم مستويات هائله وهو بمقدوره على فكره ممكن هم يتصرفوا في دخية ساعتها. بس ما تخليش حد يلعب في دماغك يا محمد الا اذا كان المان يونايتد جاي لك. نتمنى. النهارده الاسبوع الرابع للدوري، اف سي مصر تعادل مع الجونه 0-0، امبي خسر من الانتاج 1-0 واستقال الكابتن علي ماهر، المقصه فاز على المصري 1-0، وبيراميدز تعادل مع سموحه 0-0. حسام حسن المدير الفني لسموحه لعب ضد فرقته السابقه بيراميدز واتعادل 0-0. بيراميدز احد المنافسين على الصداره يا باشمهندس، بيتعادل للمره الثانيه. بيراميد كل المحللين وانا بسمع بيقولوا هو بيعاني ان الدكه مش على قدر الاساسي. ومش هم بيراميد بتاع السنه اللي فاتت، انما هو فريق تقيل بكل الاحوال ما تقدرش، ومعاه مدرب مدهش جدا. مش عايزين نتعجل في الاحكام برضو لكن انت قعدت اكتب لي مقاله وبعت لي مقاله وبعمل تجربه وشربعتين امبارح ولا اول امبارح وبعدين تم ايه؟ تم ايه؟ طيب مجله الاهلي انت المؤسس، فلما يكون بتطلع بدورها في هذا الظرف اللي بيمر به النادي الاهلي، اشكرك انك تذكرت يعني. بص ادي الله الله الله، دي صفحتين ده شغل في المجله جديد قوي ده اسمهم صوت الاهلاويه. شغل جديد، انت عامل اخراج ايه ده؟ ده الفنان احمد السعيد، ده صديقك العزيز، طول عمره مبدع. بصوا يا جماعه الفكره وما فيها، لانه هدفها لم شمل الاهلاويه، واحنا اخذناها من الكلمتين اللي قالهم المهندس عادل الاسبوع اللي قبل اللي فات. كنا بنتكلم على انه في تقصير عندنا في تبصير الجماهير بالذات الشباب الصغير، ولما تواصلت مع الاستاذ احمد الشيخ والاستاذ حامد عز الدين لقيت عندهم نفس التوجه والقلق. استاذ احمد الشيخ من الاسكندريه، واحد من محبي الاهلي من الستينات، هو قلم رشيق، قلم رشيق وفكره اهلاوي قوي، وهو يعني يمت بصله للعظيم الراحل الكابتن مختار التتش، جوز عمته الكابتن مختار التتش، فبالتالي راضى حب الاهلي. فكتب زاويه مهمه من بحر وبنحبوه، زاويه اسكندرانيه. كتب المهندس عادل القيعي هوامش وتفاصيل عن رؤيته. اضيف الصديق العزيز فيصل زيدان. فيصل زيدان ومي عبد الرحمن الاثنين اقلام بداوا حياتهم من مجله الاهلي، واقلام جميله جدا جدا، وبداوها لصفحه عزيزه الفانيلا الحمراء وقت ما كان الراحل العظيم الكابتن عبد المجيد نعمان بيكون حريص على التواصل مع كل الشباب الصغير اللي بيكتب. وطبعا كاتب
الاستاذ حامد عز الدين استاذنا الكبير والصديق العزيز اسامه السويسي وانجي الزيني برضو قلم نسائي رشيق جدا بتابعها على على الفيسبوك. فمجموعه منتقاه الهدف ايه؟ دي قطفه اولى زي ما بيقولوا، لان انا لقيت واحد زي الدكتور علاء عبد الكريم معرفوش بس بعت لي مقاله عجبتك. لا هو مسميها اهليولوجي. قال لك انا عايز اكتب في علم الوراثه الاهلويه قيم الاهلي المتوارثه عقب على مدار الاجيال كلها وتاثيرها في فكر الشباب. هو ده يا جماعه الدور اللي احنا عايزين نعمله. الشباب عشان يحب الاهلي بجد ويعرف قيمه الاهلي بجد، مجله الاهلي هي كابتن الوسائط الاعلاميه الاهلويه باعتبار انه صديقنا العزيز المهندس عدلي اسسها في مارس 1974. فبحكم التطور ظهرت بعد كده القناه وظهر الموقع الالكتروني وظهرت صفحات النادي على السوشيال ميديا، لكن ظلت المجله بحكم الاقدميه هي كابتن الوسائط كابتن الاعلاميه. اقدم واحده فيهم. فشفنا انه ازاي نقدر نعمل تزاوج. انا حتى كاتب ده تزاوج شرعي من اجل الاهلي. ازاي تقدر تضفر دور المجله بكتابها الكبار في اكتشاف اقلام مع جديدة. قناه النادي بصفحتها الكبيره على السوشيال ميديا واكتشاف جديدة. اقلام اهلويه جديده وتقديم رؤى. يعني هبقى اناني ودي لا لا اتفضل. اول واخر مره هعملها لان الحقيقه لا هي اول أنا بس طلعت مش اخر. انا طلعت النهارده من غير ما احس اناني شويه. فكره ان طالما الزمالك عايز يلعب الماتش والاهلي عايز يلعب الماتش ليه ما نلعبش الماتش؟ انا خدتها من ابني لقيته كاتب كلمه رشيقه. محمد على فكره موهوب في الكتابه وهو ماشي قلمه شقي. شقي وموزون مسؤول. صحيح. يعني انا بيعجبني فيه انه حتى لما بنتكلم على الماتشات فير جدا. يعني حتى بعيدا عن الاقلام والسوشيال ميديا بيتكلم معايا بشكل فير. فانا الفكره خدتها منه. وزي ما الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. دي منا مش بتاعتي. برضه بتاعت منا انت. ولازم اقول ان الفكره دي انا الحقيقه خدتها منه وخدتها عشان ما حدش يجي يقول لي الله انت حتى لا لا هو قالها ايه بس انت ما عرفتش تسرقها صح. هو محمد قال الله طب بيان الاهلي زعلان ان المباراه اتاجلت والزمالك قال لك مين قال لكم ان احنا كنا عايزين ناجل؟ طب ما تيجي نلعب. ايوه ما انا دي اوحيت لي بالحل ده. يعني انا حتى وانا نازل بقول له يا ابن الذين انت جبتها فعلا ما حدش خد باله. ان يعني ده الزمالك قال لك الاهلي افلت. لا يا سيدي مش عايزين نفلت، تعال نلعب. انا مش هفلت. وايا ما تكون نتيجه مش معنى كده ان احنا بنقول يعني فرص مين اكتر. لا لكن بس حبيت ادي كل واحد حقه. طيب علشان محمد عدلي القيعي وعشان اقلام كتيره اهلاويه لازم تاخد فرصه في التواصل. فكره التزاوج الشرعي بين الوسائط الاعلاميه كان زمان يدرسوا لنا في تاريخ الصحافه انه ما فيش وسيله اعلاميه بتقضي على اللي قبلها. ده مش صحيح. يعني اول ما ظهرت الصحيفه كجورنال انصار الكتاب قال لك الكتاب انتهى لانه الصحيفه اسهل. الصحيفه اسهل ومتجدده واسرع ويوميا وكبسولات بقى. بالظبط. اتضح انه الصحيفه هي اللي انعشت الكتاب، نشطت الكتاب. وصدرت للكتاب لصناعه الكتاب اقلام جديده اثرت النشر على مستوى الكتب. طلعت الاذاعه قال لك لا جرايد ايه ده الكلمه المسموعه في ثانيه بتوصل. طلعت الاذاعه تروج للصحافه وتتبنى قضايا بتثيرها الصحافه. ما جيت التلفزيون قال لك الاذاعه باي باي. اتضح انه الاثنين يتضافروا مع بعض ويتزاوجوا. وقت الاذاعه عشان الزحمه. بالظبط. لا والتلفزيون يعني يقدم لك من القضايا اللي انت تفتح الراديو بسرعه عشان تواصل المتابعه. ايوه. ظهرت الصحافه الالكترونيه. البعض خاشي على الصحافه الورقيه لكن هو تحدي تاريخي طبعا، تحدي وجود كمان. اذا حصلت التطفيره الصح اللي احنا اخذنا على عاتقنا مسؤوليه احداث هذا التزاوج الشرعي بين الوسائط الاعلاميه للنادي، الفكره قايمه ان المجله بتفتح ابوابها لكل الكتاب الاهلاويه، لكل محب الاهلي. ثم المقاله اللي كاتبها المهندس عدلي
او اخونا احمد الشيخ او انجد زيني او مي عبد الرحمن او فيصل زيدان او اسامه السويسي كل واللي هيضاف عليهم كتير، بمجرد النشر يا باشمهندس هذه المقالات هتتحط على صفحه قناه الاهلي على السوشيال ميديا. هنا بقى يحصل ايه؟ التزاوج. المهندس عدلي كاتب، الناس هتختلف وهتتفق معاه. رد المهندس عدلي الاسبوع الجاي على هذا التفاعل في المجله. هتجيب لي بقى ردود الفعل على المقاله نجاوب عليها. تجاوب عليها في المجله. ده جديده يا ابراهيم والله هايله. اذا انت عملت الاكتيفيتيشن او التفاعل ما بين المجله وما بين الجمهور على السوشيال ميديا في صفحه القناه، وعليها ما شاء الله اكتر من 1,000,000 مشترك، ان شاء الله هتزيد كتير، ومليون قاعده متفاعله كمان. نفسي اشوف بقى الشاعر العظيم جمال بخيت كاتب. طبعا محمد الاستاذ محمد علي خير. صحيح. الاستاذ اسامه كل كمال. كل دول هيدلوا بدلوهم اكيد. نفسي وغيرهم وغيرهم. فهتلاقوا في المجله كل هذه الاقلام الاهلاويه. احداث هذا التزاوج والثراء الفكري هو ده المطلوب. دي مسؤوليه هؤلاء الكبار العظام تجاه الاجيال الجديده. فاكرين المهندس عادل القيعي وهو بيقول لكم حبوا الاهلي زي ما لقيتوه. فكره ان انا باستمرار بصدر للاهلي مشاكل او باستمرار سايب نفسي لحد ياخدني في ايده استاذ ابراهيم بسكه غلط، ده الغلط. من الان من بعد البيان الاقي ناس على السوشيال ميديا من ولاد الاهلي بتحبه. على الله ما ترجعش في كلامك، ما تحطوش الناس تحت ضغط. لو في ظروف انتم مش عارفينها، انتم مش بتديروا، انتم مش عارفين كل حاجه، ما تزايدوش على النادي الاهلي. هذه يعني هذا استعلاء. انا بحط نفسي وانا بعيد عن المشهد ان انا بقف اكتر من الوزير ومن رئيس الوزراء ومن الدنيا. كل واحد فينا يجي يتكلم، ايه ده المفروض يحصل، ايه المفروض، انت ما عندكش كل المعطيات. صحيح. خلي ثقتك في ناديك وفي قيادته اللي ما خذلتكش عمرها بدليل المشهد اللي احنا شايفينه. صحيح. فنيا واداريا وفي كل شيء. صحيح. نخسر لعبه في الهاند بول، انت مش هتكسب كل شيء. هنحاول نكسب كل شيء، هنحاول وبنصلح، ومش احنا المسؤولين يعني، لكن ادي السبورت والثقه، ما تقعدش تنقد وتهدد وتلوح وبنشوف بقى وهترجع ولا مش هترجع. لا، ده مش اسلوب مسانده. انت بتدي فرصه للمنافس بتاعك انه يخترقك فعلا من خلالك بقى. فأرجو إن كلنا نتنبأ النقطة دي. اللي أنت بتعمله ده كويس جدا، واللي يجد في نفسه الكفاءة يبعت لك وأنت تدي فرص. يراسل المجلة على الإيميل بتاعها ويتفاعل مع كتابها على صفحة قناة الأهلي على السوشيال ميديا، صفحة ثرية نتمنى إن يحدث فيها هذا التفاعل الكبير المرجو، لأنه ده إسراء للرأي العام الأهلاوي. ده توجيه للرأي العام الأهلاوي نحو إزاي يحب بلده؟ إزاي يحافظ على وطنه؟ ازاي يتفق ويلتف حوالين قيم ناديه؟ ازاي يبقى عارف مبادئ الاهلي يعني ايه؟ حب الاهلي لبلده ازاي؟ ازاي يقدر فعلا يحافظ على الاهلي من خلال ثوابت الاهلي؟ اهليولوجي اللي قالها الدكتور علاء عبد الكريم دي مساله مش سهله، هتستمتعوا بيها في حد بيعرف لعلم موروثات الاهلي. قيمتها ايه؟ آه. تعالى ناخدها بمنطقهم، منطق انتوا بتحبوا الاهلي لانه عظيم، خلاص؟ لانه كبير، لانه ملوش منافس، لانه رائد، لانه قياده، مش كده؟ طب هو بقى كده نتيجه مجموعه ثوابت كان ماشي عليها طول عمره. ايوه. ليه عايزين تغيروها؟ ما تغيرش حاجه. يعني خليك داعم للاستمراريه، ما حدش بيجي على عمل ناجح عشان يجرب فيه. التجربه في الفشل. لكن في النجاح ما فيش تجارب، كمل بنفس الاسلوب. طالما ان انت يعني ناجح. فأرجو يعني إن احنا نتنبه قوي قوي قوي، احنا بنساعد ولا بنقاوم. الأهلي قال كلمته، عبر عن عظيم تقديره لوطنه وأمنه ورجال الداخلية والجهود المبذولة لحماية هذا الوطن، ورفض هذه العشوائية في إدارة مسابقة كرة القدم وتمسك بحقه. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.